كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس عايز يجيب له نحس البوم ندل الراس ضرب نفير في نار السعير ابو من يطير جر يوم عليه يشوفوا ايه وبين ايديه وقفهم كده كنن عينهم يا ساتر بيطق شرار جرح بعتهم باوامر من حاكم النار نزلهم على الارض جماعة ملوا الهوى كله في ساعة سموم حسدهم للداعة واخدنها من عين الشيطان كان ربنا اكبر منهم بعد ملايكة تجننهم هبطوا عليهم يوم عيدهم فجأة ومن غير استئذان ضعفة هي تقوينا مرضى هي تشفينا اللي النيتن بيطردوا بيحرق داره وارضه وعايز يخلص من همه هتشوف له قبرين امه ده حكاية تاريخية ورواية ازلية واخدها من اخويا وارثها عن ابويا خد رأيك من راسك ودي جيشك وحماسك قلتلهم عملوها ساعدتهم لقيوها ملناش ابدا للباروكتنا هي حنتنا